تتابعون الآن برنامجا خاصا حول الاجتماع الدوري لعلماء وخطباء وأئمة المساجد الذي عقدته وزارة الأوقاف في جامع العثمان في دمشق، وجرى خلاله انتخاب الدكتور محمد توفيق البوطي رئيسا لاتحاد علماء بلاد الشام خلفا للعلامة الإمام الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي. لأنهم عرفوا الحق واتبعوه ومشوا في طريق السلام والمحبة ورفضوا معتقدات القتل والتكفير، حاول أتباع الباطل والظلام إسكات صوت الحق فيهم وإطفاء شعلة العلم التي يضيئون بها عقول البشر، فتتوج هذا العلم بالشهادة مرتبتان لا ينالهما إلا الكرماء. هم علماء هذه الأمة وخطباؤها، لهم الدور الأكبر والأعظم في إيصال الحقائق وفهم الأمور واستجلائها، خاصة مع ما يجري اليوم في بلادنا العربية والإسلامية من أحداث تستوجب اليقظة والتنبه والاستنفار الدائم من أجل وأد الفتنة التي يحاول أعداء الأمة إشعالها. ونظرا لعظمة الشهداء والشهادة وأهمية هذه القيمة دينيا واجتماعيا وإنسانيا، عقدت وزارة الأوقاف اجتماعها الدوري لعلماء وخطباء وأئمة المساجد تحت عنوان العلامة الإمام الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي وأثره في وحدة الأمة، تكريما لشهداء الوطن خاصة شهداء المنبر والمحراب الذين دافعوا بالكلمة الطيبة والإرشاد الحكيم عن الوطن ووحدته وسيادته. وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أكد في كلمته أمام العديد من علماء الدين في سوريا وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد علماء بلاد الشام الذين حضروا اللقاء أن تاريخنا مليء بالتضحيات والكرماء ممن قدموا أرواحهم في سبيل الحق والوطن. ما غبت أبدا عني ولا عن السادة العلماء ولا عن الوطن يا شهيد المحراب يا سيدي يا أبا توفيق. نعم ما غاب عنا وهو معنا، ولكن نحن لا نشعر. هو معنا في كل خطوة من الخطوات، هو معنا في فكره، هو معنا في منهجه، هو معنا في إصلاحه، هو معنا في عقله، هو معنا في ذكره، هو معنا في تربيته، هو معنا فيما قدم وسيبقى بإذن الله سبحانه وتعالى بما قدم. أخيرا قدم خلال 60 عاما خلاصة العقل الإسلامي النير للأمة، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يقدم له وأن يختار له وأن يكافئه فقدم دمه في آخر المطاف. هذا هو شهيد المحراب الدكتور البوطي. طبعا من حقهم علينا جميعا كل شهداء الوطن، ولكن من حقهم علينا هؤلاء الشهداء العلماء الخطباء الذين استشهدوا وسقطوا في دمشق وفي حلب وفي حمص وفي الرقة وفي درعا وفي إدلب وفي كل مكان، سقطوا دفاعا عن كلمة الحق، ما حملوا سلاحا، ما وقفوا وأفتوا فتوى تكفيرية. ما أفتى، هل سمعتم الدكتور البوطي خلال كل خطب الجمعة التي ألقاها على منبر جامع بني أمية أو من خلال البوطي وقضايا الساعة التي أنارت عقولنا وبصائرنا، هل سمعتم منه بأنه كفر القرضاوي أو كفر فلانا أو علتانا أو كفر أحدا من المخالفين؟ أبدا أبدا، لكن دعاهم إلى العودة إلى رشدهم، دعاهم أن يعودوا عن ضلالهم وضلالاتهم. إذن كان يحمل أمانة الكلمة، وهكذا حمل السادة العلماء الذين استشهدوا، كانوا يخطبون الجمعة، كانوا يأمون الناس، كانوا لا يرغبون بخراب سوريا، كانوا لا يريدون إصلاحا مزيفا يتستر بعملية إفساد وبمؤامرة كبيرة تقودها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. هكذا كان العلماء، فأرادوا أن يقولوا الحقيقة فأطلقت عليهم الرصاصة القاتلة، وهم بالكلمة الطيبة دعوا الناس. هذا ما جرى، وها هم شهداء المنبر والمحراب عند ربهم يرزقون، وهم معنا ونحن لا نشعر. هم معنا بما قدموه
بما قدموه تضحية في سبيل الوطن. سبيل الوطن هو سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن الوطن هو مجموع الناس ومجموع البشر، والرسالات السماوية إنما جاءت لمصلحة البشر ولخير البشر. والله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فلا يمكن أن يتم إصلاح عن طريق إفساد على الإطلاق، ولا عن طريق تخريب ولا قتل ولا تدمير. نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من أعان ولو بشطر كلمة على قتل مسلم جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه أيس من رحمة الله. من أعان ولو بشطر كلمة، أي قال أق ولم يتابع أقتل، فكيف بمن كفر وبمن حرض وبمن أفتى بقتل الناس وبقتل علمائنا ومشايخنا وعلى رأسهم أستاذنا الكبير الدكتور البوطي. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نتكلم إلا بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحق، هذه الحقيقة، وهذه الحقيقة التي هي ظاهرة ومعلومة لكم سادتي العلماء. إذن شهداء الكلمة الطيبة، شهداء المنبر والمحراب، أذكر أن هذا الأمر عندما عاد إلينا النوع من الهدوء بعد استشهاد أستاذنا، تذكرنا بأن تاريخنا العظيم مليء بمن قدموا أرواحهم في سبيل الكلمة الطيبة. الجهاد يكون أمام إسرائيل، إسرائيل قامت باعتداءات وتقوم باعتداءات، والرد الذي كان صاعقا والذي لم تتوقعه إسرائيل على الإطلاق من سوريا كان بأن فتحت سوريا جبهة الجولان للمقاومة الشعبية. هذا هو الجهاد. فمن أراد أن يجاهد في سبيل الله فليضع دمه في سبيل الله أمام أعداء الله وقتلة الأنبياء. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ما قال غير اليهود، سمى اليهود تسمية صريحة غير قابلة للبحث ولا للنقاش. فإذا بوصلة الجهاد هي هناك وفتحت الآن، والمقاومة الشعبية التي ستواجه إسرائيل لتحرر الجولان هي الرد على العدوان. أيها السادة، المشاركون في الاجتماع أكدوا في كلماتهم أن الشهادة هي أعظم المراتب التي يمكن أن ينالها الإنسان، مشيرين إلى الدور العظيم لعلماء الأمة وعلى رأسهم العلامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي في كشف المؤامرة على سوريا والمنطقة وإظهار هدفها الرئيس في تدمير محور المقاومة والممانعة واغتيال الحق والدعوة الإسلامية. فسوريا تدعم المقاومة، ولذلك أراد أعداؤها معاقبتها. كما شددت الكلمات على نبذ النعرات الطائفية والمذهبية، ولأن العلامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي دعا إلى رفضها ومحاربتها اغتالته يد الإرهاب. فالمعركة مع الباطل طويلة، ولكن الله وعدنا فيها بالنصر على المتآمرين بتلاحم شعوب الأمة وعلمائها. إن العلماء اليوم يتحملون مسؤولية عظيمة في فهم حقائق الأمور واستجلاء واقع ما يجري، لئلا يكونوا فريسة خداع وتضليل، فلا ينبغي أن نكون على جانب من البساطة بحيث يسهل خداعنا. العلماء عين الأمة وأذنها وعقلها المفكر، وإن أي خطأ يرتكبونه ينعكس على الأمة بأسرها. وإذا كان سلفنا الصالح قد جعلوا من علوم الحديث ميزانا لقبول الخبر واعتماد صاحبه أو رفضه في العصر الأول، فإننا اليوم أحوج إلى تطبيق قواعد علوم الحديث لقبول الروايات والأخبار وتوثيق الرجال أو رفضهم بناء على مدى اتصافهم بالعدالة والضبط، أي مدى الاستقامة السلوكية بدينهم ومدى التمكن في الحفظ والعلم. إن الذي ميز شخصية العلامة الشهيد رحمه الله
وبوأه المكانة التي أكرمه الله بها، وجعله قادرا على أداء الدور الذي قام به بقوة وكفاءة وإخلاص، أمور لا تخفى عليكم. الأمر الأول سعة علومه علمه في شتى فنون الشريعة وعلوم الآلة التي تساعد عليها، لا سيما في العقيدة والفقه والأصول، إلى جانب تلك القدرة والاصطباغ الذي أكرمه الله عز وجل به في معارف السلوك والتزكية. لقد علم هؤلاء العلماء الشهداء وعلى رأسهم شيخنا الشهيد الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي أن المؤامرة على سوريا هي مؤامرة تدمير محور المقاومة والممانعة. ولنرجع إلى التاريخ فنجد أن هناك عدة محطات للقوى المستكبرة في سجالها الحربي مع المقاومة، وفي كل مرة كانوا يفشلون. شهيد المحراب، شهيد الأمانة والإخلاص والوفاء، شهيد العلم والمعرفة والتفسير، الشهيد الحي المرحوم المغفور له بإذنه تعالى الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. فهل نستطيع بدقائق معدودات أن نفي هذا المجاهد الحي الشهيد الحي حقه؟ لا. ولكن بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. من الطبيعي تبدأ حياة الإنسان عند ولادته، ولكن هناك من تبدأ حياته عند وفاته. شتان بين الذي يحيا بموته وبين من جاء الدنيا كما ذهب. وأعقب الاجتماع انتخاب رئيس جديد لاتحاد علماء بلاد الشام خلفا للعلامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي، حيث أجمع المشاركون على انتخاب الدكتور محمد توفيق البوطي رئيسا جديدا للاتحاد ليكمل مسيرة والده الطيبة التي قضاها في الدعوة للمحبة والإخاء والتسامح، ويكون خير خلف لخير سلف، يده مع يد إخوانه من العلماء في مواجهة كل ما تتعرض له الأمة من مؤامرات. نعلن باسم اتحاد علماء بلاد الشام فوز الشيخ الدكتور محمد توفيق محمد سعيد رمضان البوطي رئيسا لاتحاد علماء بلاد الشام بالتزكية. نسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يعينه على إكمال مسيرة والده، وأن يكون كما تعلم من أبيه وكما تعلمنا منه، سدا منيعا في وجه كل من يريد السوء بأمتنا. كان التوجه من قبل السادة العلماء في اتحاد علماء بلاد الشام إلى تحميل هذه المسؤولية، فإنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لحمل الأمانة. وأريد أن أقول إنها هيئة علمية شرعية تشكل مرجعية دينية للأمة، هي ليست ذات صبغة سياسية ولا ذات صبغة مذهبية، هي عبارة عن مرجعية إسلامية تعمل على جمع كلمة الأمة وإزالة الفجوات والتضاريس التي تفصل بين أبنائها. والله أسأل أن يجمع قلوبنا على ما يرضيه، وإنني لمفتقر إلى دعاء الجميع بأن يسدد الله تعالى الخطى وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك توجه وزير الأوقاف مع السادة الحضور
لإزاحة الستار عن حجر الأساس لمشروع إكساء مركز الإمام الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي للبحوث والمعارف الإسلامية وحوار الحضارات، حيث سيتم تجهيزه خلال أشهر معدودة ليكون منبعا للعلم والمعرفة ومنبرا يعلم طلابه كل ما قدمه العلامة الشهيد من مؤلفات ومقالات ومحاضرات في حياته، ليرفض حركة العلم بفيض لا ينضب. من أجل تكريس منهج الدكتور البوطي في حياتنا، المنهج الإسلامي الحقيقي والصحيح، قمنا بوضع حجر الأساس سوية مع سادة العلماء، حجر الأساس لإكساء بناء مركز للمعارف الإسلامية وحوار الحضارات، مركز الإمام الشهيد دكتور البوطي، حيث سيكون فيه أقساما لكافة مؤلفاته التي تتجاوز 60 مؤلفا، ولأكثر من 7000 ساعة صوتية من لقاءاته ومن دروسه ومحاضراته رحمه الله سبحانه وتعالى، ومحاضرات تتم حول أو نقاش حول هذا الإنتاج العلمي الثروة الضخم والعظيم لأستاذنا الدكتور البوطي، إضافة لبقية الأمور فيما يتعلق بحوار الحضارات وما يتعلق بالمعارف الإسلامية. كلمة الحق لن تموت، وما غرسه العلامة الشهيد في ضمائر الأجيال سيثمر منارات محبة وسلام، وستبقى الأمة العربية والمسلمون ينهلون من معينه الدافق طالما أن في هذه الأمة علماء يحملون مسؤولياتها ولا يضيعون الأمانة. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ هذه الأمة مدعوة للاستنفار كما أمر الله. جهود وجهاد هذا الجيش، أقول الباسل نعم، ولولا بسالته لأحيط بنا اليوم، لرأينا أننا قد طردنا من بيوتنا اليوم، لاستحالت أزقتنا وشوارعنا إلى أنهر من الدماء. لا، لا بد أن نشد أزره، ولا بد أن نحقق قول الله عز وجل القائل سنشد عضدك بأخيك، ونعم الأخ لهذا الجيش هذه الأمة.